اكيد دلوقتي هنروح بقى نتكلم عن السيره الذاتيه الخاصه بمستر كارتيرون المدير الفني الجديد بالنسبه للنادي الاهلي. ويمكن الراجل زي ما احنا عارفين عنده 38 سنه تاريخ ميلاده يوم 48 سنه تاريخ ميلاد كان يوم 30 يوليو 1970 الجنسيه فرنسي. الانديه اللي لعب لها طبعا لعب للافان وريان وليون وسانت اتيان وكان في فرنسا. وطبعا اكيد فرق كلنا عارفينها فرق كبيره ابرزها طبعا ليون وسانت اتيان. بدا مسيرته التدريبيه عبر نادي بريوتشين الفرنسي وبعده فريق كان. والانديه اللي تولى قيادتها الفنيه طبعا ديجون الفرنسي ومنتخب مالي زي ما قلنا ومازيمبي الكونغولي وايضا فريق وادي دجله المصري واللي حقق معاه نتائج جيده في بطوله الدوري وايضا مسك النصر السعودي وقدر ان هو يحتل معاهم المركز الثالث في الدوري السعودي والتاهل لبطوله دوري ابطال اسيا وايضا مسك فريق فونيكس رايزنج الامريكي وده الفريق القادم منه مستر كارتيرون المدير الفني الجديد للنادي الاهلي واللي دفع له خلاص الشرط الجزائي اللي هو يبلغ حوالي 100,000 دولار. ده بالنسبه لمستر كارتيرون طبعا من ناحيه التدريب والفرق اللي تولى تدريبها. لكن ايضا بالنسبه للبطولات اللي حققها قدر ان هو يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي الكونغولي بطوله السوبر الافريقي مع فريق ايضا مازيمبي الكونغولي وشارك معاه في بطوله كاس العالم للانديه. وايضا من الانجازات اللي يمكن ذكرناها مع بدايه الحلقه النهارده وهو حصوله على برونزيه بطوله الامم الافريقيه التي اقيمت في عام 2013. طبعا مسيرة جيدة جدا كارتيرون وأكيد طبعا شيء مميز بالنسبة له زي ما قلنا حصل على بطولة الأمم الأفريقية وحصل على ميدالية البرونزية في بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب مالي وده أكيد كان شيء مميز بالنسبة له وشيء يضاف للسي في الخاص بمستر كارتيرون وأكيد سي في مميز جدا. وهو ده اللي احنا عايزينه ان هو الراجل يكون عنده دراية كاملة بالبطولات الأفريقية ويكون عنده أيضا خلفية عن اللاعبين المصريين ودي الميزات اللي تجمعت في مستر باتريس كارتيرون. عشان كده لجنة الكورة طبعا بعد موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي قررت التعاقد مع هذا المدرب اللي أكيد أكيد بنتمنى له كل التوفيق مع النادي الأهلي خلال الفترات المقبلة ويقدر يحقق كل طموح جماهير النادي الأهلي وأعضائه في تحقيق البطولات العديدة إن شاء الله مع الموسم الجديد ويستمر مع الفريق ويحقق كل اللي بنتمناه إن شاء الله.